منذ 30 عاما يواظب التركي حكمة يلمز على صناعة آلات موسيقية في قبو منزله بولاية زونغولداك على البحر الأسود. رغم عدم معرفته بالنوتات الموسيقية أو تلقيه أي دروس في كيفية صناعة تلك الآلات، قصة شغفه بالموسيقى بدأت منذ الصغر، إلا أن جده كان يمنعه من ممارسة هذه الهواية ليقوم بعد وفاة جده بصناعة الكمان والربابة التركية والعزف عليها، كما عمل على تطوير قدراته لينتهي به المطاف بإنتاج الآلات الموسيقية. يؤكد يلمز مواصلته لهذه الهواية حتى آخر رمق من حياته بسبب شعوره بالهدوء والراحة التي تنتقل إليه عند كل معزوفة ونوتة وآلة يصنعها بيديه. الكمان والربابة التركية آلتان موسيقيتان تشتهر مدن منطقة البحر الأسود بهما في تركيا، ويتم استعمالهما بكثرة في الأغاني التراثية والتقليدية الخاصة بالمنطقة.